سمان الصاوي، الخطأ والمخالفة على أمير الربيع لمصلحة سمان الصاوي. تلعب التتش، يمر التتش، يلعب كورة اللي أتكت ملعوبة، الأول الأهداف المريخية من جانب محمد هاشم التكت، يوقع على الأول للمريخ من تمريرة التتش، وجد نفسه مواجه للمرمى، سجل للمريخ الهدف الأول لمصلحة المريخ في الدقيقة 15، ربع ساعة فقط انتظر المريخ ليسجل الهدف الأول. التكت شاهد هنا التش في تمريرة بينية، والتكت لا يكذب خبر، مباشرة في المرمى هدف أول لمصلحة المريخ، الإعادة من زاوية أخرى، التكت يسجل على يسار عبد الله الزبير، يوقع على الأول، والتش بامتياز التمريرة، الأسيست بتاع معلم من التش للمدينة، لا زال يحافظ على الكرة داخل منطقة الجزاء، يعود لأحمد حامد التش، يعكس كرة حمد الرحمن، هدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة المريخ من محمد عبد الرحمن، العكسية أحمد حامد التش يضع الكرة في المرمى برأسية على يسار الحارس عبد الله الشبيلي، أول أهداف محمد عبد الرحمن في فريق الرابطة كوستي بشعار المريخ، يسجل في الدقيقة الثانية محمد عبد الرحمن، هدف ثاني للمريخ على يسار الحارس عبد الله الشبيلي من عكسية هذا اللاعب أحمد حامد التش، يضع محمد الكرة في المرمى، هدف للمريخ، هدفا ثاني للمريخ بعد هدف محمد هاشم التكت الذي أنهى به شوط المباراة الأول للمريخ. إذن محمد عبد الرحمن بشعار المريخ يدخل قائمة لاعبي المريخ الذين سجلوا في مرمى الرابطة كوسي بهدف ثاني في هذه المباراة. باسكال يعود للنمر، حاول سمان الصاوي، خطأ لمصلحة المريخ، حطات من داخل أرضية الملعب. بعد نهاية هذه المباراة سيكون معكم الزميل عمار ميرغن إبراس والزميل حنان يعقوب. كرة لعبت لرمضان عاطف خالد، يعكس كرة ممادو، هدف ثالث، هدف مريخي ثالث لمامادو تراوري، يسجل اللاعب المالي الهدف الثالث للمريخ في الدقيقة الثانية من الزمن المحتسب من حكم اللقاء، دقيقتين وقت مبدد لحكم اللقاء الأمير الهادي، يسجل في الخواتيم شوط اللقاء الثاني المالي الذي دفع به محمد موسى، ولقطة كانت معبرة جدا من الجهاز الفني للمريخ الذي صعد ووقف بأكمله وصفق لهذا اللاعب الذي سجل أول أهدافه مع المريخ في الدوري الممتاز. ممادو تراوري المالي، والإعادة في أكثر من زاوية، المريخ يرتفع برصيده إلى 51 نقطة، ويتجمد الرابطة كوسي في 23 نقطة. إذا في هذه اللحظات مشاهدي الكرام في كل مكان يعلن حكم اللقاء الأمير الهادي عن نهاية المباراة بفوز المريخ بثلاثة أهداف دون مقابل للرابطة كوسي. الأول كان لي محمد هاشم التكت، والهدف الثاني هنا للاعب محمد عبد الرحمن من راسية، والهدف الثالث كان لممادو تراوري من كره